طبعا عنوة الى ميجا بلازا. طبعا حتى مستغربين ما في تورس يقول هالمكان الخليجي. مستغرب الريال اللي جابني، بس من خيرة الاماكن وبكتشف لكم حصرية شنو في مجسمات وشغلات. يلا نشوف. ليش هذا الطابق الاول؟ الطابق الثاني. أي يا باب؟ ميهم باب؟ في فيديو جيمز وحماس ملابس. هذا كوكي. هاي آخر طابق وطابق. طبعا المكان كنا نقعد فيه 4 ساعات. لما استغريت لكم ان شاء الله.